اخر اخبار السوشيال ميديا اليوم مع عابد. مساء الخير. مساء الخير عابد. يسعد مساكم اسيا ونور، يسعد مساء جميع مشاهدينا في كل مكان وكل شيء حدا انضم لنا عن جديد بحكي ميديا لليوم. رح نتناول ابرز ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي كالعاده. في الشهر السابع من العام 2007 احتفل النظام بما سماه تجديد البيعه للسيد الرئيس في كافه مفاصل الدوله، وكذلك بدات الفعاليات الشعبيه بالاحتفال كنوع من التقرب والتزلف للسلطات. في مدينة حلب علق محل الأحذية لافتة على واجهة محله، كتب على هذه اللافتة: أحذية باليان تهنئ السيد الرئيس بتجديد البيعة. لم تمضي ساعات على تعليق تلك اللافتة حتى جاءت جيوش المخابرات لتقتاده إلى مكان مجهول. حتى الآن اليوم في العام 2019 نشرت وكالة سانا التابعة للنظام هذا الخبر. الخبر يقول: خط الإنتاج الثاني في معمل أحذية السويداء بالخدمة مطلع العام المقبل. طبعا تحدثت في هذا الخبر عن وضع المعمل ووضع يعني تفاصيل تخص المعمل بشكل عام، لكن سانا وضعت هذه الصورة كصورة رئيسية للخبر. تظهر في الصورة الشركة العامة لصناعة الأحذية معمل أحذية السويداء وصورة بشار الأسد إلى جانب كلمة أحذية السويداء. طبعا هذه الصورة أثارت الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي كونها ترافقت يعني صورة الأسد مع الأحذية، ويعني هناك كان حملة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي جراء هذه الصورة. رح ناخذ بعض طبعا صورة انحذفت من موقع سانا لاحقا، والخبر الذي تناولناه قبل قليل يعني عرضنا لم يكن هناك هذه الصورة في الخبر لأنه تم استبدالها. رح ناخذ بعض التعليقات اللي كتبت على هذا الموضوع. سأبدأ من لورنس يقول: بس طالعة في فخامة أحلى من القاضي الأول الذي قتل مليون سوري. طبعا يشير لورنس إلى صورة القاضي الأول التي انتشرت قبل فترة في القصر العدلي بطرطوس. ايضا رأفت يقول: وين المشكله اذا حطوا صوره عن شغلهم بالاعلان. ايضا من التعليقات عمر يقول: صاير يتقدر اكثر من اللازم. الصوره يمكن كليتنا اسيا ونور شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت كثير ناس تداولوها وكثير ناس كانوا عم يسخروا من كون انه سانا هي اللي نشرت هي الصوره وموجود كلمه احذيه السويداء الى جانب صوره بشار الاسد، ويعني تعبى السوشيال ميديا سخريه من هذه الصوره. في حادثة طبعا كنا عم نحكي بلشنا فيها، هي الحادثة كانت صارت بحلب انه احد المحلات الأحذية يعني حب انه يهنئ السيد الرئيس يبارك له 2007 فكتب انه أحذية باليان تهنئ السيد الرئيس. فيعني هذاك شحطوه على المخابرات، لكن سانا فقط اكتفت بتبديل الصورة، ربما يعني ايضا شحط المحرر ما بنعرف يعني ممكن كل شيء بيصير. إلى موضوعنا الآخر مشاهدينا، مع اقتراب إقرار قانون سيزر أو قيصر حول حماية المدنيين في سوريا الملحق بقانون موازنة الدفاع وزارة الدفاع الأمريكية للعام 2020 والذي أقره الكونغرس الأمريكي ومن المقرر أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب قريبا ويصبح ساري المفعول، أطلقت الجالية السورية الموجودة في الولايات المتحدة حملة قبل يومين للتذكير بجرائم الأسد في سوريا تحديدا بما يخص عمليات التعذيب في سوريا والتي كانت الموضوع الأساس في قضية سيزر أو قيصر. اللوحة التي نصبت في تايم سكوير جادة منهاتن بنيويورك حققت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. دعونا نشاهد كيف بدأ شكل هذه اللوحة في هذا الفيديو.
طبعا كما شاهدنا هذه اللوحه الاعلانيه المدفوعه طبعا، يعني اجالي سوريه في الولايات المتحده يعني قامت باستئجار هذه اللوحه وضعت عليها هذا الفيديو للتذكير بجرائم الاسد ولتقول بان الاسد يعني لم يعاقب بعد. وايضا شاهدنا صور لبوتين وشاهدنا صور لابو بكر البغدادي، يعني الاعلان يعني بشكل او باخر يقول بان الثلاثه من منبع واحد للاسف. طبعا قانون سيزر مؤخرا يعني تم المصادقة عليه كما نعرف في الكونغرس، وبقي أن يصادق عليه بمجلس الشيوخ ويعني يوقعه ترامب ويعني يصبح ساري المفعول ضمن الموازنة 2020 كما قلنا. طبعا صدق لاحقا مجلس الشيوخ الأمريكي ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2020 على هذا القانون لحماية المدنيين طبعا كما يقول، والذي ينص على فرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه. عن تفاصيل هذه المصادقة وهذا التطور الجديد في قضية ملف سيزر أو قيصر وما هي المنعكسات، خلونا نشوف هذه التفاصيل من فيديو زملائنا بقسم النيو ميديا سوريا ستريم. هذه إذا كانت تفاصيل القانون قانون سيزر، يعني لمن يريد ومن يهتم. طبعا هناك كثير من الأصوات السورية يعني لا تعول كثيرا على قانون سيزر، خاصة أنه يعني وقع أو مرر ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع الأمريكية اللي فيها يعني العديد من البنود التي قد يعترض كثيرون عليها، ويعني شفنا حتى قصة النائبتين الأمريكيات رشيدة طليب وإلهان عمر، كمان صار في حولهم ضجة بخصوص قانون سيزر كون أنهم رفضوا يصوتوا على هذا المشروع، مشروع موازنة وزارة الدفاع اللي كان من ضمنه قانون سيزر. يعني نحن بالأخير نحن أيضا ما منعول، يعني بالأخير هو قرار أمريكي بالأخير، لكن خلينا يعني نكون عبد متفائلين بأنه هذا القرار يمكن أنه يكون يعني استكمال إيجابي ممكن يكون لخطوات كثير يعني حثيثة لحتى تعاقب النظام على الأقل بداية اقتصاديا ومن ثم بطرق أخرى. يعني ربما وفقط ربما، ويعني الأيام يعني القادمة كفيلة بكشف ما يمكن أن يكون عليه الأمر. سنأخذ بعض التعليقات على هذا الفيديو على صفحتنا على الفيسبوك. محمد يقول ما رح تروح غير على الشعب، ارتفاع أسعار وزيادة فقر. أيضا تعليق آخر لعلاء يقول المثير للسخرية البند المتعلق من يدعم صيانة وتوسيع قطاع النفط في سوريا والولايات المتحدة
والولايات المتحدة نفسها عم بتقوم بالفعل بسوريا، عم بتقوم بهذا الفعل بسوريا. أيضا تعليق أخير على هذا الموضوع لأحمد، يقول هذه العقوبات كلها تقع على الشعب المواطن، هو من يدفع الفاتورة، الشعب سيموت من الحاجة، أمريكا لا يهمها إلا مصالحها. طبعا حكينا هذا الموضوع، أمريكا بالأخير لا يهمها إلا مصالحها، لو فعلا يهم الشعب السوري يعني هناك كثير من الخطوات كان ممكن اتخاذها خلال السنوات الماضية، ولكن هذا لم يحدث. وهذا هذه وجهة نظر التي قرأناها في التعليقات أيضا، هي فكرة موجودة، وأيضا النظام يحاول أن يستغل هذه النقطة بالذات، موضوع قانون قيصر، بأن يزيد الأعباء ويزيد القمع والتسلط على الشعب تحت حجة أن البلاد تحت العقوبات وما فينا نعمل إلا يعني ما كان بالإمكان. امبارح احتفلنا بيوم اللغة العربية، مثل ما شفنا كان امبارح يوم اللغة العربية، وكان هناك الكثير من الفيديوهات، يعني الفيديوهات والتجارب والتحديات على مواقع التواصل الاجتماعي. فاجأت المطربة الأمريكية جينيفر جروت الجمهور العربي والمسلمين بشكل خاص بتلاوة سورة الكرسي القرآنية باللغة العربية وبدون أخطاء، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو معبرين عن إعجابهم بانفتاحها ورسالتها العابرة إلى الثقافات الأخرى، لا سيما أنها لا تجيد التحدث بلغتهم. يشار إلى أنها شاركت في برنامج أرب Got Talent بموسمه الثالث في العام 2013، واستطاعت بلوغ مراحل متقدمة في المسابقة الشهيرة بعدما قدمت مجموعة من الأغاني الطربية العربية، موضحة أنها تستطيع حفظ كلمات الأغاني بأي لغة دون أن تجيدها. نتابع تفاصيل هذه القصة ها هنا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. له ما في السماوات وما في الأرض. جينيفر جروت المغنية الأمريكية التي لا تجيد العربية، ولكنها يعني قرأت آية الكرسي بشكل كما شاهدنا شكل مبهر جدا بهذا الصوت وهذه مخارج الحروف، حتى يعني انه غريب بيكون انه حدا بشكل عام غير متحدثين بالعربية بتكون مخارج الحروف العربية عندهم صعبة جدا، وخصوصا الحروف الضاد والطه والظه وهذه والعين. الحروف الثقيلة يعني، لكن ما شاء الله عليها جينيفر كانت فعلا باهرة وحققت حضور كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. بهذا الفيديو مشاهدينا حبينا نختم حكي ميديا لليوم، غدا يتجدد معكم اللقاء، إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله، إلى اللقاء. شكرا عابد. شكرا لك عابد. مشاهدينا متابعين معكم بعد هالفاصل.